ديال المشاهدين ومتابعي قناه اشواق تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر في الضبط من ديال الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقه درب عمر. درب عمر يا درب عمر، السوق المعروف يعني بيع الجمله، يعني كيف ما كتلاحظوا معنا هنايا بعد رحيل التجار او بعد رحيل الباعه المتجولين هنا، شوفوا الحاله اللي كيتركوا فيها هذا المكان هذا، شوفوا الازبال اللي في الارض، يعني حاله يرثى لها. كيف ما كتلاحظوا الازبال مرميه على طول درب عمر. حنا غنحاولوا نشوف الازقه ديال درب عمر ونوريكم نقطه بنقطه، يعني نوريكم نقطه بنقطه. شوف يعني كيفما كتلاحظو مع المشاهدين الكرام، هذه نقطة سوداء هذه المنطقة هذه، هنا هذه الأزقة هذه، شوفوا الحالة ديالهم. ها الميكا هنايا دار. المهم حنا المشاهدين الكرام غادي نحاولو نقربوكم أكثر، حنا غنحاولو نمشيو في أزقة ديال درب عمر نوريكم أكثر وتفاصيل أكثر إن شاء الله، بقاو معنا. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، معدنا لكم هذا الشيء بالضبط بدرب عمر مدينة الدار البيضاء، يعني بعد الرحيل ديال الباعة المتجولين، شوفوا الحالة اللي كيتركوا فيها المكان ديالهم، يعني شوف شوف. هلا يرتلى، مازال غنوريكم أكثر مشاهدينا الكرام، بقاو معنا. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني اللي كيبقى في هذا الشيء مساكن هما الناس اللي كيجمعوا الازبال، يعني هما اللي كيبقاو في هذا الشيء، يعني ما كيخموش ليهم، ما كيفكروش فيهم، عذاب وتمارة. علاش الانسان اللي ما يبيعش في واحد النقطة ولا يخدم في واحد النقطة ويجمع الازبال ديالو؟ علاش ما نكونوش كاملين منظمين؟ فهذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.